أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، جولة جديدة في أروقة الصحافة المحلية والعربية والعالمية، أولى المحطات في طبعة اليوم من الصحف المحلية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد وبداية الجولة في الصحف المحلية من جريدة الصباح الرسمية، ونطالع أبرز ما نشرته لهذا اليوم. لا تلازم بين حل المجلس وقانون المحكمة الاتحادية، اتفاق مبدئي بين بغداد وأربيل، النفط مقابل الرواتب، الكهرباء جنرال إلكتريك باشرت مدى الخط العراقي الأردني، اليوم 800,000 طالب وطالبة يلتحقون بالجامعات، وآخر العناوين في الصباح كاتانيت يصل إلى العراق الأربعاء المقبل. مشاهدينا، هذه كانت أبرز العناوين التي تناولتها جريدة الصباح لهذا اليوم. ننتقل وإياكم إلى جريدة الزمان ونطالع أبرز ما عنونته في صفحتها الأولى. البرزاني: لن نتنازل عن الحقوق وننتظر الإيفاء بالوعود وإرسال المستحقات قريبا. في عنوان آخر: الإعلام الرقمي يحذر من شيوع الأمية بين التلاميذ، وأزمة كورونا تفاقم المشاكل النفسية في مخيمات النازحين، الأنواء أجواء متقلبة باردة وفرص الأمطار تستمر جنوبا، وإدارة الصقور تكشف حقيقة إقالة أيوب أديشو. مشاهدينا، أما آخر الصحف المحلية لهذا اليوم فهي صحيفة الدستور، ونطالع أبرز ما نشرته من عناوين لهذا اليوم. تأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، أمام القضاء ملفات فساد كلفت الدولة المليارات، كورونا فايزر تتعهد للعراق بتزويده باللقاح، وسماح بإكمال دراسات العليا لموظفي العقود بإجازة سنتين دون راتب، وغرغيس ملعب جذع النخلة يحتضن ودية منتخبنا والكويت. مشاهدينا، بعد الفاصل إليكم أبرز ما تناولته الصحف المحلية من مقالات لهذا اليوم. وإلى فقرة مقالات، حيث كتب في الصباح علي حسن الفواز: السياسة وخيارات التهديد، ونتابع أبرز ما جاء فيه. ثمة من يقول إن العالم يقف عند حافة بركان بسبب طبيعة التهديدات الصحية والإيكولوجية، وثمة من يقول إن العالم ذاهب إلى ما يشبه المجاعة الكونية، وذلك بسبب تضخم الأزمات الاقتصادية والأمنية والصراعات السياسية وتغول أساليب الحرب والحصار والعنف. وأضاف: الخوف من أن تقوم أمريكا بإشعال المنطقة سيظل عنصر قلق دائم لحين انتهاء الولاية الرئاسية لترامب، لأنه صاحب مشروع في صناعة الرعب وفي المجاهرة العلنية بعداوة إيران، ولكي يضع فخاخا كثيرة أمام رئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن الذي قال إنه سيعمل على إعادة أمريكا إلى اتفاقية الملف النووي الإيراني. مشاهدينا، نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها: حكم بالسجن 30 شهرا لنائبة سابقة للرئيس الإيراني. أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن محكمة إيرانية قضت يوم أمس السبت بحبس نائبة الرئيس السابقة شهندخت مولاردي 30 شهرا، وتم اتهامها بتسريب وثائق سرية للبلاد إلى قوى أجنبية وترويجها لدعاية سياسية ضد نظام الجمهورية الإسلامية. ونبقى في الصحف العربية ونقرأ في صحيفة الدستور الأردنية، وقد نشرت
تصريح لبايدن بأن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن إيران تقترب من القدرة على امتلاك مواد كافية لصنع سلاح نووي، والوضع بالغ التعقيد، وردا على سؤال حول مدى تأثير اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده على جهود الرئيس المنتخب للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لفت بايدن إنه من الصعب معرفة حجم التعقيد. مشاهدينا، ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: الأردن يسجل 3160 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 50 وفاة و3160 جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وذلك بحسب يوم أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13010 والإصابات إلى 270,530,513. وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 52,040 حالة. ونشرت صحيفة القبس الكويتية: وزير الخارجية السعودي يصرح: سنصل قريباً إلى اتفاق نهائي بشأن حل الأزمة الخليجية. كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم أمس السبت أن حلفاء بلاده على الخط نفسه فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، متوقعاً التوصل قريباً إلى اتفاق نهائي بشأنها. وأضاف بن فرحان: نتعاون بشكل كامل مع شركائنا فيما يتعلق بهذه العملية، ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا إن جميع الأطراف المعنية سوف تكون مشاركة في الحل النهائي. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندت نطالع: المملكة المتحدة تسجل أكثر من 15,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا. سجلت المملكة المتحدة أمس السبت 15,539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 397 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد. يذكر أن فيروس كورونا المستجد COVID-19 ظهر في أواخر كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية. أما صحيفة واشنطن بوست ومنها: أمريكا تصعد بإنهاء 5 برامج ثقافية مع الصين. أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 5 برامج للتبادل الثقافي مع الصين، تقول أنها كانت تستخدم في الدعاية الصينية ولم يكن لها أي فائدة للولايات المتحدة. ويأتي ذلك في عقاب القيود الجديدة على التأشيرات التي أعلنتها واشنطن، والتي تحد من إقامة أعضاء الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة، ويشير إلى مزيد من التآكل في العلاقات مع بكين في الأسابيع الأخيرة من عهد الرئيس الحالي. مشاهدينا، ومن الصحف العالمية أيضا صحيفة دايلي ميل ومنها: تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة. أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 196 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة في البلاد. وذكرت الوزارة أنه تم رصد 31,896 إصابة جديدة بالفيروس، نزولاً من 32,736 إصابة جرى رصدها أمس، وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.
مشاهدينا، والختام في العالمية من صحيفة ذا تلغراف، ومنها الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 19 مشتبها به في تهريب مهاجرين. تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على 19 مشتبها به وتفكيك ما وصفته بحلقة الاتجار بالمهاجرين المتورط بها منظمات إجرامية تعمل على نقل المهاجرين من عدة دول إلى إيطاليا ثم إلى شمال أوروبا. مشاهدينا، وبالعودة إلى الشأن المحلي، انضم معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك دكتور في طبعة اليوم. أهلا وسهلا، صباحكم ألف خير. يعني في البدء نتحدث عن القراءة الأولى لقانون تمويل الانتخابات، هل تعتقد أنها مهدت بشكل فعلي لإجرائها مبكرا؟ تفضل. هو الإشكالية أنا لا أعتقد في التمويل، يعني هناك معرقلات أخرى غير التمويل لموعد الانتخابات. يعني الجانب السياسي يطغي على الجانب المالي، يعني المفوضية وفق القانون لديها مدور 319 مليار دينار إيراقي من الموازنات 2019، وخصص لها 33 أيضا مليار في القرض، مشروع القرض الأخير، وهذا هو استكمال لبعض الأموال وبعض المتطلبات. يضاف إلى ذلك أن المفوضية ستتلقى دعم من منظمات دولية ودول وعدت بتقديم الدعم لها في إجراء الانتخابات المبكرة. أعتقد العراقيل اللي موجودة أنه ينبغي أن البرلمان يكمل تشريع أو ينهي موضوع تعديل القانون المحكمة الاتحادية، لأنه لا يمكن الانتخابات أن تجري والمحكمة الاتحادية غير مكتمله، لان من يصادق على نتائج البرلمانيين. الامر الاخر يفترض انه البرلمان يحل نفسه قبل 60 يوم على ما اعتقد، او اكثر من 60 يوم. نعم. و 60 يوم اصبحت قريبه، ولا اعتقد ان هناك رغبه لدى الكتل السياسيه او قسم من النواب وقسم من الكتل السياسيه لديها الرغبه بحل البرلمان، خاصه وانه 90% من هذه الوجوه قد لا تتكرر في الدوره القادمه، وهذا الامر متوقع بحكم القانون الجديد. انا اعتقد ان موضوع الانتخابات المبكره وموعد الانتخابات المبكره موضوع سياسي اكثر مما هو مالي. نعم. نعم. دكتور عبد الرحمن، يعني البعض علق على هذا القانون بالرفض لاكثر من سبب، ومنها ان الحكومه قادره على تمويلها بدون اقتراض، والاخر اعترض على عدم ادراجها ضمن الموازنه. انت كيف تقرا ذلك؟ انا لو أسأل كخبير اقتصادي، أنا أيضا أعترض على هذا القانون من الناحية الشكلية. هذه القوانين يفترض أن تؤطر ضمن إطار الموازنة العامة وتنهي الموضوع، لأنه مسألة تكرار تقديم مشاريع الإقراض سيغيب الموازنة، وهذه الحقيقة الظاهرة تكررت للمرة الثالثة، ولا توجد دولة في كل دول العالم سنتين لم تقدم موازنة عامة مهما كانت الأرقام قريبة للواقع بعيدة للواقع، لأنه هي خطة وإطار الحكومة. أما أن تمضي مشاريع الحكومة حتى وإن كانت لتمويل النفقات التشغيلية بمشاريع إقراضية، فأنا أعتقد أنه هذا خطأ فادح بالشأن المالي. هذه وجهة الاعتراض. لا، والسيد وزير الماليه يمتلك عدد من الاليات اللي قادر على ان يوفر التمويل بدون اللجوء الى البرلمان. نعم. دكتور عبد الرحمن، يعني كما تعلم كان من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء الموازنه امس السبت ولكنها تاخرت، برايك هل هناك تبريرات منطقيه لهذا التاخير؟ يعني هي الموازنه تاخرت كثيرا في مجلس الوزراء، كان يفترض وزاره الماليه تنهي وقد اعلنت ذلك. عندما كان البرلمان يطالب الوزارة المالية والحكومة بتقديم مشروع موازنة 2020، فكان التبرير ان هم مهتمين بموازنة 21، كان يفترض ان تقدم في منتصف شهر ايلول، ومجلس الوزراء يناقشها ويرسلها الى البرلمان في منتصف الشهر العاشر.
احنا الان نقترب من منتصف الشهر ال 12. نعم. عملية التأجيل غير مبررة، يفترض كان بوزارة المالية ان تقدم الارقام الواقعية والقريبة من الامكانيات العراق وقدرة التنفيذ، وان تكون موازنة تقشف حتى لا تاخذ هذا الجدل وهذا النقاش لا في الحكومة ولا في مجلس النواب، لكن انا اوفق تقديراتي انه ستأتي بارقام كبيرة وترسل الى البرلمان، ولن الوقت المتبقي، لانه احنا الان اليوم 6، معناته انه سنحتاج اسبوع وحتى تصل للبرلمان، والبرلمان يحتاج على الاقل 45 يوم الى 60 يوم لمناقشتها، سيقترب من موعد حل البرلمان ونحن لا نزال في الجدال وفي الصراع السياسي. يضاف الى ذلك ان البرلمان يفترض ان يتمتع بعطلة التشريعية في بداية الشهر القادم. هذا يعني ان موازنة 2021 لن تقر بسهولة ان قدمت الى البرلمان، ولا اعتقد انها ستقر، لانه على حد علمي انه ايضا ستكون ارقامها كبيرة اكثر من 100 تريليون دينار، واذا جاءت بهذه الارقام لن تمر بسهولة. نعم. دكتور عبد الرحمن، يعني برأيك صعود اسعار النفط سبب في تأخير اقرار الموازنة؟ لا اعتقد ذلك، لانه هو يفترض ان يكون سعر النفط تحفظي، وانا وفق تقديراتي ينبغي ان لا يزيد عن $40، حتى وان زاد يفترض ان يكون 42-43 دولار، لكن ان يتم الاعتماد على ما يتوقع ان يكون هذا غير صحيح. عندما ترتفع اسعار النفط وتستقر فوق $50، ممكن للحكومه ان تقدم موازنه تكميليه بالاموال الفائضه وتخصص جزء منها للجانب الاستثماري وجزء لتمويل النفقات التي اجلت من النفقات التشغيليه. هذا كل دول العالم تعمل بهذا الشكل، الا في العراق نعمل على تضخيم اسعار النفط حتى نرفع من سقف النفقات ونرفع بالتالي من العجز. نعم. طيب فيما يتعلق في التفاهمات بين بغداد وأربيل، هل تعتقد أن أي اتفاق غير قابل للاكتمال ما لم تتضمنها الموازنة؟ الموازنة، شوفي، هو هذا الاتفاقات ما تكتمل. أنا متابع لهذا الموضوع منذ عام 2010، ما أن يبدأ مناقشة المشروع الموازنة حتى يأتي وفد من الإقليم ويقدم كل التنازلات المطلوبة. سنسلم النفط لشركة سومو، سنسلم الإيرادات النفطية، سنسلم الإيرادات السيادية، ولكن ما أن تقر الموازنة حتى يبدأ التنصل من الالتزام بالاتفاق. نعم. وهذا الأمر متوقع، لا أعتقد أن الإقليم، لأن هناك التزامات للإقليم كان يفترض أن تحسم في مشروع قانون وينتهي هذا الأمر، لأن الشركات النفطية عقودها عقود مشاركة تختلف عن الشركات النفطية العاملة في جنوب العراق. لهم 50% من الإنتاج، بينما في جنوب العراق أجور خدمة. نعم. فهذه كان يفترض أن تجد إطار قانوني، لأنه تم التعاقد قبل 2004 و2005 وبعلم الحكومة الاتحادية، حتى نخلص من هذا المجال وتتكفل الحكومة الاتحادية في معالجة هذه القضية. طالما هذه القضية شائكة، أنا لا أعتقد أنه تحل هذه الأمور. نعم. الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته الصحف في شأن الاقتصادي، ولكن بعد هذا الفاصل. والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية، ونقرأ: اليوان إلى أعلى مستوى في عامين ونصف. قالت مصادر إن صانعي السياسات في الصين راضون عن ارتفاع العملة الصينية لأعلى مستواها في عامين ونصف العام، في الوقت الذي يتسارع فيه انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويمنح البنك المركزي السوق الحرة حرية أكبر في تحديد قيمة العملة، وفي ظل توقعات واسعة بأن يحقق هذه العملة مكاسب مجددا، وأن يسجل الدولار المزيد من التراجع لفترة طويلة أخرى، فإن قبول بنك الشعب الصيني لصعود العملة يتعارض مع تكهنات السوق في الآونة الأخيرة. مشاهدينا، ونبقى في الشأن الاقتصادي، ومن صحيفة الاقتصادية السعودية نطالع: انهيار السياحة في إسبانيا، قصة ترويها مواقع الترفيه المهجورة.
خلال 10 أعوام أخرى ربما تختفي السياحة الشاطئية وقاعات الاحتفالات التي ظهرت في سلسلة الصور الجديدة للمصور فرانسوا بروست. ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنشآت الترفيهية الواقعة على الشواطئ التي تم تطويرها بصورة مكثفة على الساحل الشرقي للبلاد افتقدت زبائنها المعتادين بسبب جائحة كورونا خلال فصلي الصيف والخريف، لكن مثلما تظهر صور بروست فإن انطفاء الأماكن لا يبشر بمستقبل مشرق بعد انحسار الفيروس. وعلى صفحة العلوم والتكنولوجيا نقرأ في صحيفة اليوم السابع المصرية أبل تتيح استبدال شاشات آيفون المتضررة. قالت شركة أبل إن نسبة صغيرة من هواتف آيفون 11 تعاني من مشاكل في اللمس، وهو ما دفع الشركة إلى تبديل شاشات هذه الهواتف مجانا كجزء من برنامج استبدال جديد. وفي إعلانها اعترفت أبل إن الشاشات الموجودة بهواتف 11S آيفون والمصنعة بين شهر نوفمبر 2019 ومايو 2020 قد تصبح غير مستجيبة بسبب مشكلة في لمس الشاشة. وأيضا على صفحة العلوم والتكنولوجيا لصحيفة القبسة الكويتية نطالع الموافقة على شروط واتساب 2021 أو وقف الحساب. أعلن تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتساب أنه سيقوم بتحديث شروط الخدمة الخاصة به في 2021، حيث سيجبر المستخدمين على الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة أو فقدان إمكانية الوصول إلى التطبيق، حيث تتعلق الشروط الجديدة بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم لبيانات المستخدمين. أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في الشأن الصحي. وعلى صحيفة الرأي الكويتية نطالع موسكو تبدأ التطعيم الجماعي ضد كوفيد 19 بلقاح سبوتنيك في. قال فريق العمل المعني بفيروس كورونا في موسكو إن العاصمة الروسية قد بدأت يوم أمس بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنيك في المضاد لكوفيد 19 على 70 مستشفى، وذلك في أول تطعيم جماعي ضد المرض في روسيا. وقال فريق العمل إن اللقاح الروسي صنع سيتاح أولاً للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والأخصائيين والاجتماعيين، لأنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. مشاهدينا، ونبقى في الشأن الصحي ونطالع في صحيفة البيان الإماراتية رسالة تكشف حقيقة صادمة قبل توزيع لقاح كورونا في بريطانيا. كشفت رسالة لكبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا أن تأثير اللقاح على أعداد مرضى كوفيد 19 سيكون محدودا للغاية. جاءت هذه الرسالة قبل يومين من بدء توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا، وشددت الرسالة على أن فيروس كورونا لن يختفي من بريطانيا مع البدء في توزيع لقاح فايزر وبيونتك المقرر الثلاثاء المقبل، وسط تحذيرات من أن أشهر الشتاء ستكون قاسية. مشاهدينا، وإلى أخبار الثقافة والفنون ونطالع في المدى. رواد المعرفة بانتظار فتح معرض العراق الدولي للكتاب. ينتظر آلاف العراقيين بفارغ الصبر افتتاح معرض العراق للكتاب، والذي سيقام على أرض معرض بغداد الدولي في 9 من الشهر الجاري، وبمشاركة واسعة من دور نشر محلية وعربية وعالمية كذلك. وبعد غياب قصري للقراء عن تجمعات معارض الكتاب بسبب جائحة كورونا المستجد،
وغلق التجمعات أمامهم من قبل وزارة الصحة، فإن معرض العراقي للكتاب سيفتح أبوابه أمامهم وفق إجراءات صحية عالية جداً. مشاهدينا، ومن أخبار الفنون والثقافة نقرأ في صحيفة المصري اليوم: المرأة المصرية والأفريقية تنظم الصالون الثقافي للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة. تنظم مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات الخميس المقبل الصالون الثقافي بعنوان تحدي وإبداع للاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة. وأشارت الدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافي للمؤسسة إلى أن الصالون يناقش الإعاقات غير المرئية والإعاقات الحركية والعقلية وعلاقتها بالإبداع من خلال مناقشة علمية للمتخصصين في هذا المجال. مشاهدينا، وبالعودة إلى الشأن الصحي، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور مصطفى السعدي مدير مستشفى الإمام علي عليه السلام. أهلا ومرحبا بك دكتور. مشاهدينا، يبدو أن الاتصال لم يؤمن، بعد فاصل ونواصل. ومن جريدة الرؤيا الإماراتية نقرأ: وجه على الحائط رعب صاحبة منزل في نيويورك. تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا مع صورة نشرتها شقيقة فتاة اشترت منزلا جديدا، وصدمت باكتشاف مرعب لوجه دمية يظهر من خلال أحد الجدران في قبو منزلها. وفي تفسيره للمشهد المخيف كتب أحد المستخدمين: إن هذه ظاهرة أطفال القبو، والتي تعود إلى الستينيات والسبعينيات وأوائل السبعينيات، حيث كان من الشائع في أجزاء متفرقة من نيويورك وكاليفورنيا كذلك وضع أجزاء من الدمى في جدران المنزل وقبوها. وبالعودة إلى الشأن الصحي، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور مصطفى السعدي مدير مستشفى الإمام علي عليه السلام. أهلا ومرحبا بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نبدأ معكم بالتحضيرات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة بشأن الفيروس، برأيك ما هي العوامل التي أدت إلى إصدار تلك التحضيرات؟ تفضل. بداية شكري وتقديري إلى قناة العراقية وجميع القنوات الإعلامية التي دعمت جهود وزارة الصحة والتي كان لها دور فعال في حملات التوعية لمواجهة جائحة كورونا. أكيد إحنا اليوم نشوف أغلب دول العالم تواجه الموجة الثانية من الكورونا. الحمد لله والشكر نسب الإصابات بالعراق أقل بكثير، بس نبقى هناك تحذير بسيط لجميع المواطنين، ممكن نواجه موجة ثانية، فأكيد هذه التحذيرات موجودة. نعم، طيب برأيك ما تبعات ضعف الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية؟ وحسب معلوماتك لماذا هذا التراجع بتطبيقها؟ يعني هو مو تراجع، بس وزارة الصحة مستمرة ببيانات واضحة من قبل وزارة الصحة وخلية الأزمة في وزارة الصحة، مستمرة بتوجيه جميع الجهات إلى ضرورة الالتزام بالكمامة وارتداء الكفوف لحد من انتشار الفيروس. احنا نكون مقبلين على فصل الشتاء وقلة بدرجة الحرارة، انخفاض في درجات الحرارة، لا سامح الله ممكن تكون هناك زيادة. احنا ممكن نشوف إيران حاليا تعاني من موجة ثانية، موجة خطيرة جدا بارتفاع عدد الوفيات. وزارة الصحة مستمرة بالمناشدات ومستمرة بالبيانات لجميع الجهات. نعم، يعني كما تعلم عودة الدوام في المدارس من جانب، ومن جانب آخر هناك مطالبات بفتح الملاعب أمام الجمهور. هل تخشون من تعرض العراق لموجة جديدة من الفيروس؟ احنا اكيد احنا اليوم شفنا الكورونا فيروس الكوفيد 19 اثر على كل دول العالم اقتصاديا، وبالتالي انه نشوف احنا اليوم الملاعب في بريطانيا مثلا انفتحت الملاعب والجمهور متواجد في الملاعب بس بضوابط صحيه وبارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. فاكيد موضوع وزاره التعليم والتربيه او الجمهور الرياضي الكريم انه يكون في ضوابط صحيه بارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي. نعم، رجوعا
للموقف الوبائي هناك انخفاض ملحوظ بنسب الإصابة، ما العوامل الرئيسية التي أدت إلى ذلك؟ يعني أكيد الانخفاض بالإصابات، أولا التزام بعض المواطنين بارتداء كمامات الكفوف، كذلك أنه حدة الفيروس قلت، يعني سابقا كانت شدة الفيروس شديدة جدا، ممكن أكثر الإصابات تكون إصابات خطرة، حاليا أكثر الإصابات إصابات طفيفة، وكذلك الخبرة لجهود أبطال الجيش الأبيض في علاج المصابين. نعم، طيب برأيك هل انخفاض درجات الحرارة يمثل تحدي جديد ربما نواجهه هذا اليوم؟ أكيد تحدي كبير جدا، يعني في كل دول العالم نحن صحنا الفيروس هو فيروس مستجد، الخبرة في جميع دول العالم قليلة بهذه الفيروس، فمتوقع أنه بانخفاض درجات الفيروس يرجع الريينفكشنز، يرجع العدوى الثانية، إن شاء الله نتأمل أنه نرجع مثل المراحل السابقة، بس هذا كله عن طريق التزام المواطن ومساعدة المواطن إلى كوادر وزارة الصحة وإلى جميع المواطنين. نعم دكتور مصطفى السعدي مدير مستشفى الإمام علي عليه السلام، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الأخبار المنوعة، ومن صحيفة اليوم السابع نقرأ: غواصون يكتشفون آلة تشفير ألمانية تعود للحرب العالمية الثانية. اكتشف غواصون آلة التشفير المعروفة باسم إنجما التي استخدمها النازيون لإرسال رسائل سرية إلى القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية عن طريق الصدفة أثناء عملهم لإزالة شباك الصيد المهجورة التي تهدد الحياة البرية. ويشتهر الجهاز المحمول باستخدامه من قبل قوى المحور لتشفير الأوامر العسكرية للإرسال الآمن عبر الراديو كجزء من استراتيجيتهم السريعة في ذلك الوقت. مشاهدينا أبرز ما تناولته الصحف لهذا اليوم في الشأن الرياضي، ومن صحيفة القدس العربي نطالع: ريال مدريد يستعيد توازنه بانتصار صعب على إشبيليا. استعاد ريال مدريد توازنه بعدما تغلب على مضيفه إشبيليا بواحد مقابل صفر يوم أمس السبت، وذلك في المرحلة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع ريال مدريد رصيده بذلك إلى 20 نقطة، وصعد بذلك إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إشبيليا إلى 16 نقطة في المركز الخامس. واستعاد ريال مدريد توازنه بذلك بعد أن تلقى هزيمتين متتاليتين، حيث خسر أمام ديبورتيفو في الدوري وأمام شختار الأوكراني في دوري الأبطال. ونطالع في صحيفة الرياضية السعودية: رأسية قاتلة تمنح اليوفي نقاط الديربي. سجل يوفنتوس حامل اللقب هدفين بضربتي رأس في آخر ربع ساعة ليحول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على جاره تورينو في مباراة قمة المدينة ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت. وتقدم يوفنتوس إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات. مشاهدينا نتابع وإياكم أبرز ما تناولته الصحف من رسوم كاريكاتيرية، ولكن بعد هذا الفاصل. وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.